ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. على شيخ عبد السلام بستوي في المسجد الحرام بحضور الوالد رحمه الله تعالى. فسألني الشيخ عبد السلام فوضع يديه على ركبتيه. قال وضع يديه على ركبتيه هو ولا على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. ثم قلت يا شيخ هو جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجساء على ركبتيه. قال نعم. قلت له إذا وضع على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتبر من سوء الأدب؟ قال بلى، هو المفهوم إنه وضع يديه على ركبتيه هو. قلت له لا، ورد في مسند إمام أحمد بن حنبل فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الشيخ عبد السلام فقال هذه الإفادة أخذتها منه. والوالد رحمه الله بكى فرحة. ثم جرى الحديث يومين في هذا الإسناد حتى ذهب الوالد فقال لوالدتي قال اليوم أثلج صدري ولدك عبد الوكيل. أتى بحديث قر به الشيخ عبد السلام مبارك فوري. فهذا حديث موجود في مسند إمام أحمد، إذا أراد الله وقرأنا مسند إمام محمد ستمرون عليه، أن جبريل عليه السلام فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم.